انت لسه هنا؟ انا قلت ان انت رحت تدور على عمتك وتشوفها راحت فين. تعرفي حاجه انا ما اعرفهاش؟ وحياتك عندي ما اعرف اي حاجه، وحياه الالم اللي خدته قدامك. انا مش عايز كلام زياده، لما اسالك ترد على كد السؤال، ما تكتريش. رايح فين؟ مالكيش صالح. لا ليا صالح يا حسن. رايح للبنى؟ وحشتك قوي ولا عشان حامل منك؟ ولا رايح لامك عشان عبد الحكيم ابن مفيدة الشغاله؟ لا دي ولا دي، رايح اسهر واروق دماغي. يعني ايه؟ يعني عبد الله خلاص يا حسن؟ نسيته؟ انا مش هسيبك الا لما اعرف انت ناوي على ايه. اوعى عقلك يقول لك ان انا هنسى ابني ولا نام مرتاح وهو مش مرتاح في تربته. اللي انت عايز اعمل ايه؟ اقول لك افتح درج المكتب اللي جوه، هتلاقي مسدس عمران، خديه واطلع على زينب واقتليها هي وولدها. ده انت متاكده ان هي اللي قتلت ولدك؟ وانا اقتلها هي وابنها ليه؟ هناخد روح مروان احسن. طب شوف يا بنت عمي، عشان انا تعبت ومخي مش فاضي الهري اللي انت فيه ده. انا رجعتك عشان قلبي وجعني على عبد الله. ايوه، عشان كنت ام ولد اللي راح، اللي انا حاسس اني شايل ذنبه. انما اذا كان عليك انت، فانت زي ما بيقولوا كده زهدتك. كل ده عشان لبنى؟ ولا لبنى ولا لبنى؟ أمال مين؟ طالما لنا ولا لبنى، مين يا ابن عبد الحكيم؟ مفيدة؟ هي مالها العيلة دي؟ رمرامة ليه كده؟ أبوك يروح يتجوز لنا نعيمة هشك بشك، وأنت تروح تتجوز مفيدة اللي بتلم ورا البهايم. آه ونعم النسب بصراحة. للمرة المليون قلت لك ما تجيبيش سيرة مفيدة. هو انت مالك محروقة عليها كده ليه؟ قلبك بيوجعك لما بجيب سيرتها ليه؟ في ايه يا حسن؟ يعني مفيش فايدة فيكي؟ انت اللي مفيش فايدة فيكي يا حسن. انت اللي خطفت عبد الحكيم. حركت قلبي عليه، قلب امه كمان. كنت بتشوفيني كل يوم مش عارف انام، وعجلي هيهج من نفوخي، وقلبي مفطور من الحزن عليه، وانت ولا انت هنا. انا ما خطفتش حد. وايه؟ هتكوني فاكره انا اهبل ولا عبيط؟ هصدق اللي قالته مفيده. الحكاية دي عندك، ما تطلعش غير منك. أنا بس سكت عشان الهم اللي ركبنا أنا وأنتي. قلت خلاص أبو حكيم رجع، بس أنت مفيش فايدة فيكي. عايزة النار تاكلنا كلنا. أنا عايزة تطربني. ولدك اللي موت وعايزنا ناكل في بعض. هي زينب ومروان؟ لا زينب ولا مروان، لان مروان مفيش احل منه، وزينب مفيش اعجب منها. والله ولما انت شايف ان مروان حنين قوي كده، معدي ليه؟ واقف قصاده ليه يا حسن؟ اللي بيني وبين مروان غير اللي في دماغ خالص يا رجل. والله حلوين قوي الكلمتين دول يا حسن، بتريح نفسك بيهم عشان ما تلومش نفسك على اللي انت عملته فيه. ما تخرس يا ريتال. مش هخرس يا حسن، وهفضل اتكلم لحد ما النار اللي في قلبي تهدى. وحياتك انت عندي فوزية، مش هترجع، وهتقول ريتال قالت. فكر بقى انت، مين اللي ليه مصلحه؟ مين يا حسن؟
الخوف مالي قلبك لدرجه دي؟ اللي مطلعك من البيت دلوك زهقانه، قلت امشي رجلي شوي. طب يلا روح. وانا من زهقي لفيت البلد كلها وفضلت ماشيه ماشيه لحد ما لقيت روحي فين؟ عند الحكيم. ربك والحق انا ما كنتش هدخل، بس النصيب لقيت نفسي دايخه وهقع من طولي. دخل قوم لقيت مين؟ لبنى، كانت طالعه من العمليات. عملياتي؟ لو انت ما تعرفش تبقى مرتك وما تعرفش ان هي اجهضت نفسها ونزلت العيل. بتقولي ايه؟ لبنى سقطت نفسها، بس تعرف عندها حق، هي كانت هتجيب عيل في البيت ده يعمل ايه؟ ده النفس اللي طالع مننا مسموم. زعلان على الواد يا عيني، عايم في بحر الغدر، عايم في بحر الغدر. يا حسن، لبنى فين؟ موجودة. عايزها؟ عايزها. طب معلش يا حسن، هي مش هينفع تقابلك دلوقتي، تعبانة ياك. يبقى انت اللي قلت لها تعمل اللي عملته، انت اللي قلت لها تنزل الواد. وانت عرفت اللي حصل؟ اقعد يا حسن، اقعد بس اسمع كلامي. انا هتبعها زي البهيمه. عندك حق والله يا حسن، لك حق كمان تعمل اكتر من كده، ده انا بهدلتها بشكل انت مش متخيل. بس ارجع واقول لك برضه يا حسن ان انت اللي غلطان، انت اللي كرهتها في حياتها معاك وعيشتها معاك. وبعدين يا سيدي هي مجنونه، هنعمل معاها ايه يعني؟ وبعدين انت طلقتها وهي خلاص مش طايقه عيشتها معاك. وبعدين يعني لا، احنا لو كنا جبنا منك عيل كان ايه الوضع دلوقتي؟ كان زمان متشحطط بينكم. يعني اكيد اللي حصل ده احسن لك واحسن له.